فإذا عملنا ديتكشن لأوتجوينج ترافيك شو ممكن نعمل؟ عملنا ديتكشن وعرفنا إنه في أوتجوينج ترافيك. تمام بدي أبعده، وين أودي؟ أكثر طابق في هذه البوبوليشن. تمام، إذا ممكن أنا مثلا هلا كمان مفصل شيء، ممكن أرجع للإشي التاريخي، أقول إنه في طابع عندي عليه هيفي ترافيك وأنا بعرف إنه عليه هيفي ترافيك. إذا ما بعرف ممكن مثلا أوزعهم بشكل متوازي متساوي. يعني مثلا ممكن أجي أقول العمارة هاي رح أقسمها لسيكتورز، عندي مثلا L بتساوي 4، فرح أجي أقول هاي عندي المين إنترنس، ما رح أخلي حد على المين إنترنس، أو ممكن أخلي كار احتياط على المين إنترنس، ورح أبدأ أوزع هدول بحيث إنه يكونوا جاهزين في مناطق مختلفة. فمثلا يمكن نظريا أحط خط وهمي هون، وأحط خط وهمي هون مثلا، وأحط خط وهمي هون. هلا يا إما بقسمهم لأربعة، أربعة سيكتورز، وببعث أربع مصاعد لأربع سيكتورز وبخليهم يستنوا مثلا في أعلى السيكتور. فلو كان السيكتور هون بخليه يستنى في أعلى السيكتور، رح ياخذ هم طلبات نزول. طبعا عندنا مفروغ منه إنه إذا كانت فول لود رح تلغي، خلص رح يعبي لفترة معينة. هلا هاي بتساعدني إنه يعبي، لأنه رح يوقف هون على آخر طابق فرضا هون، رح يبدأ ياخذ طلبات نزول عند نقطة معينة رح يكون عبى، فرح صار فول لود. فمتى ما صار فول لود لوين إيش رح يعمل؟ رح يضل ماشي للجراوند فلور من هون. نفس الإشي بالنسبة للثاني، نفس الإشي بالنسبة للثالث. إذن dispatch، dispatch يعني يرسل، dispatch elevator cars to virtual أو top of virtual sector. نبعث ال elevator cars للtop of the virtual sectors من هون. هلا يا إما نبعث send L cars كلهم to L sectors، أو send L minus one cars to L minus one sectors، يعني منقسم العمارة ل L minus one sectors and keep one elevator car. وفي كتير شركات بيعملوا زي هيك، بخلوا one car spare احتياط، فبخليها مثلا في الطابق الأرضي، فبقسم هون لثلاثة بدل أربعة، ببعت ثلاث مصاعد للثلاث sectors وبخلي one elevator car at the main entrance لحد ما يختفي هذا الضغط اللي موجود للاوتجوينج ترافيك. هذا اذا استعملت الطريقه هاي بدل ما استنى لا يصير في عندي ضغط من الاوتجوينج، ممكن اخفف الويتنج تايم واحسن البرفورمانس تبع السيستم اذا قدرت اعمل ديتكشن. طبعا بدي ديتكتر. هلا احيانا الديتكتر ما بنعمل اوتوماتيكيا، بكون نفس الحارس بالعماره او تبع الريسبشن بالعماره هو بحول من مود لمود.